التهاب وتضخم البروستاتا بيحصل نتيجة عوامل كتيرة، وبسبب موقع غدة البروستاتا أسفل المثانة ومرور مجرى التبول من خلالها ونتيجة دورها المهم في إنتاج 30% من الحيوانات المنوية وإنتاج كمان السائل المنوي المغذي ليها، بتكون الأعراض الناتجة عن التهاب وتضخم البروستاتا لها علاقة مباشرة بمشاكل التبول وضعف القدرة الجنسية. في حلقة النهاردة هنعرف مع بعض أسباب وأنواع التهاب وتضخم البروستاتا، وهنعرف كمان أهم الأعراض اللي بتميز الإصابة بيهم، وفي نهاية الحلقة هنعرف أفضل الطرق الطبيعية والأكلات اللي بتساعد في العلاج والوقاية. أنا محمود جمال، ودي حلقة جديدة من برنامج وقاية. من أكتر الأعراض اللي بتميز الإصابة بالتهاب وتضخم البروستاتا هي الرغبة الشديدة والمتكررة في التبول، مع إحساس بصعوبة في التبول وعدم تفريغ المثانة بشكل كامل وتنقيط بعد التبول وضعف في قوة اندفاع البول. والأعراض دي بيكون معاها ألم أسفل البطن وفي منطقة الحوض والخصيتين وبداية العضو الذكري. واللي بيميز الإصابة بالتهاب وتضخم البروستاتا عن الأمراض التانية اللي بتسبب مشاكل في التبول زي أمراض الكلى والتهابات المسالك البولية هو ضعف القدرة الجنسية اللي بيظهر على شكل سرعة في القصف وألم أثناء القصف وضعف في الانتصاب. وبتختلف شدة الأعراض اللي بتظهر على المريض على حسب نوع الالتهاب الموجود. ففي حالة الإصابة بالالتهاب الحاد في البروستاتا بتظهر أعراض شديدة جدا، ممكن توصل لارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم وألام في الجسم كله وخصوصا العضلات والمفاصل والعظام، وألم شديد في الخصيتين وعند فتحة الشرج وأسفل الظهر والبطن. والسبب الرئيسي في الإصابة بالالتهاب الحاد ده غالبا بيكون العدوى البكتيرية. والنوع الثاني من الالتهابات اللي بتصيب البروستاتا هو التهاب البروستاتا المزمن، وده ما بيسببش أي ارتفاع في درجة حرارة الجسم وبتكون أعراضه خفيفة، لكن ممكن تسبب ظهور الدم في البول وألم في الخصيتين أو في بداية العضو الذكري. والإصابة بالتهاب البروستاتا سواء الالتهاب الحاد أو المزمن غالبا بيكون في سن الشباب ما بين 20 سنة ل 40 سنة، وده ممكن يسبب تضخم مؤقت في غدة البروستاتا. وتكرار الإصابة بالتهاب البروستاتا سواء الحاد أو المزمن في سن ما بين 20 ل 40 سنة بيزود من فرص تضخم البروستاتا في سن ما بعد ال 40. وفي الحالة دي بيكون التضخم نوعين، النوع الأول هو التضخم الحميد وده غالبا بيحصل في سن ما بين 40 ل 60 سنة، والنوع الثاني هو التضخم الخبيث أو ما يعرف بسرطان البروستاتا وده بيحصل في سن ما بعد 60 سنة. ومن أهم العوامل اللي بتزود من فرص الإصابة بالتهاب وتضخم البروستاتا بأنواعهم هي زيادة هرمون الحليب عند الرجال، وده ممكن يحصل لأسباب كتيرة من أهمها قلة الحركة وزيادة الوزن نتيجة تناول السكريات والنشويات بكميات كبيرة، وكمان في بعض أنواع الأكلات والمشروبات اللي بتزود من إفراز هرمون الحليب عند الرجال زي فول الصويا وألبان البقر واللحوم المصنعة، وكمان الأكلات الجاهزة اللي بتحتوي على مواد صناعية ومكسبات طعم وريحة. والسبب الثاني لالتهاب وتضخم البروستاتا هو ضعف إفراز هرمون الذكورة المعروف بالتستوستيرون، وده بيحصل بشكل طبيعي مع التقدم في العمر وبسبب عدم ممارسة الرياضة، وكمان نتيجة تراكم السموم في الكبد بسبب الهرمونات المضافة على الأكل والمبيدات الحشرية. أما السبب الثالث والمهم جدا وله تأثير مباشر في الإصابة بالتهاب وتضخم البروستاتا فهو التعرض للتوتر والضغط النفسي لفترة طويلة، لأن ده بيزود من إفراز هرمون الكورتيزول المعروف بهرمون التوتر، وده بيسبب زيادة الالتهابات في الجسم وخاصة التهابات البروستاتا. وفي حالة الإصابة بالتهاب أو تضخم البروستاتا في بعض الطرق الطبيعية اللي بتساعد في علاج الالتهابات وتقليل حجم البروستاتا. من أهم الطرق دي وأسرعها هي ممارسة الرياضة، لأنها بتساعد في تقليل هرمون الحليب وزيادة هرمون الذكورة بشكل سريع، وكمان بتقلل من إفراز هرمون التوتر المعروف بالكورتيزول. ومهم جدا مع ممارسة الرياضة المحافظة على عدم إفراز الجسم الهرمون الإنسولين بكميات كبيرة، وده ممكن نعمله عن طريق الصيام المتقطع ومنع أو تقليل تناول السكريات والنشويات والاهتمام بشرب المية بكمية كافية على مدار اليوم، واهتم بتناول الأكلات والمشروبات المثبت علميا دورها المهم في علاج التهابات وتضخم البروستاتا زي لب القرع، وده تقدر تتناول منه ما يعادل من 50 ل 100 جرام يوميا، وكمان عشبة الكراس ودي تقدر تستخدمها بعد غليها وعمل مشروب شاي منها مرتين يوميا لمدة أسبوعين، واهتم بتناول المصادر الطبيعية للزنك لأنه له دور مهم جدا في علاج التهاب وتضخم البروستاتا. ومن أهم المصادر الطبيعية دي الأسماك والمكسرات. تابعني في الفيديو الجاي علشان نعرف مع بعض بالتفصيل الأكلات المفيدة والمضرة للمرضى اللي بيعانوا من التهاب وتضخم البروستاتا. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.